هناك بعض العراقيل واجهت هذا التنظيم ووجهت هي بدورها بحكمة وبصيرة من مختلف السلطات حتى يعني نضمن للشعب الجزائري سيرورة يعني اقتراع في هدوء وسلامة وعدم الاستجابة لأشكال العنف المسجلة في بعض الحالات. في هذا الاقتراع كان تواجد ممثلين المترشحين بكثافة عبر مراكز الاقتراع ومكاتب الاقتراع، إذ إنها على مستوى مكاتب الاقتراع يفوق عدد الممثلين للمترشحين يفوق 50,000، 51,000 ونيف من الممثلين للمشاركة، من بين 118,000 ممثل الذين عينوهم المرشحين.